تختار مدحت العدل مش لأنك طبيب أصلا، لا لأنك إنسان ذو أفق وتعرف قدر الأشياء. كلمني عن الجيش الأبيض، الأطباء والممرضين والأجهزة المعاونة. الحقيقة لغاية دلوقتي مقدمين ملحمة على مستوى العالم، طبعا مقدمين ملحمة. خط الدفاع الأول أكتر ناس كونتاكت مباشر، يعني التصاق مباشر بالمرضى، الناس بيعرضوا نفسهم للموت كل يوم، والحقيقة كانوا مهضومين الحق جدا. سعيد جدا بالمبادرة اللي عملها الرئيس يرفع البدل اليوم، لان ده حقهم حتى من غير كورونا، فده البعد مهم جدا حصل. اي نعم بيعملوا ده هم مش مستنيين مقابل، جزء من تربيتنا كدكاترة ان انت بتقدم حياتك زي الجند بالظبط اللي واقف في يعني الجند اللي بيحارب لنا في وقت الحرب هو بيحارب عننا، فيجي وقت دلوقتي الدكاترة بيحاربوا عن بقية البشر، وبالتالي هم متحملين مسؤوليتهم بمنتهى العزة والكرامة والاحترام. فكان عظيم ان يبقى فيه نوع من انواع الشعور بمعاناتهم وألمهم واحتياجاتهم الأسرية الطبيعية، ان انا عندي أسرة وبيت و فكان شيء عظيم. انا شخصيا يعني بحييهم بكل قلبي وبكل روحي. وانا اشتغلت على فكرة في الانتنسيف كير يونت 11 سنة من حياتي، اشتغلت طوارئ ورعاية مركزة، فانا عارف الدكتور اللحظة بتفرق في حياة مريض وفي حياة صحيح طفل صحيح وهكذا، عاملين كل ده. فاحنا بنحييهم يعني. الدين اللي في رقبتنا للأطباء والممرضين هو التالي في اعتقادي المتواضع، انه بعد انزياح فكرة كورونا ولما يبقى في وقت حقيقي لترتيب الأوراق، الأولويات طبعا لازم يبقى المجتمع كله في ظهرهم بيساندهم في رفع مستحقاتهم، في تأمينهم، في رفع مستوى مش بس المهنة إنما مستواهم المعيشي. طبعا ده الدين اللي احنا لازم نرده في وقته. الحقيقة أنا بضم صوتي لصوت حضرتك، وده شيء مهم جدا بصراحة. أنا مش قادر أفهم، يعني هو طبيعة العالم كله كده إن كريستيانو رونالدو بياخد أكتر من عميد كلية الطب أكيد، في بس في لحظة زي دي اللي بيواجه الموت غير اللي بيلعب كورة. خلينا واضحين يعني، وحتى يورجن كلوب العظيم قال لك إن الكورة أهم حاجة في الحاجات الغير مهمة، هي أصلا حاجة مش مهمة. فإحنا دلوقتي في لحظة تاريخية، خلينا نعيد ترتيب أولويات الأمور والناس التي تستحق فعلا ان احنا نعيشهم عيشة كريمة. احنا مش بنقول لازم ياخدوا ملايين، بس على الاقل انا ما بقاش قصاد المرض والموت وانا ببيتي مش عارف ابني هدفع له مصاريف بكرة ازاي. لازم ده يتحط في الاعتبار، ولازم يعني مبادرة كويسة اللي عملها التزيد.